بقى يا جماعه هنعمل المسقعه، المسقعه بالخل والثوم على اصولها. هنعمل ايه بقى؟ انا عندي المقادير كلها انا مقطعاها مكعبات، عندي بتنجان مقطعاه مكعبات وفلفل مكعبات وبرده بطاطس متقطعه مكعبات وقرنين فلفل حامي برده قليتهم معاهم بالشكل ده، وطماطم مفرومه ومعلقه كبيره صلصه، وكمان قرن فلفل حامي مقطعاه كده ترانشات بيدي طعم حلو قوي لما بيتحط ني كده جوه المسقعه، وتوم وكمان ملح وكمون وشويه شطه وكزبره وكمان رشه سكر مهمه جدا جدا. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه هعملها احنا بنقول هي بالخل والثوم، يبقى اول حاجه هناخد الثوم كده وهنروح ندي بقى طشه حلوه قوي. طب احنا نشيل دي دلوقتي كده لغايه ما نيجي نغرف، عشان حاسه انها مضايقاك شويه صح؟ عينيا بس كده هو. يلا بينا نشيل بقى، نجيب دي كده. اول حاجه عندي ووك على النار وهعمل الطشه بتاعه الثوم والخل. هنحط زيت طبعا، مسقعه يعني زيت طبعا، يعني وش كده تنفعش غير بالزيت، شويه زيت كده حلوين بالشكل ده، وبعدين هنروح نازلين على طول بالثوم فيها كده ونقلب. مش هحط الكزبره دلوقتي، لما الثومه تاخد وتدي كده شويه اهي، احس بس ان التومه ايه كانها استوت، تستوي بس وبعدين هنروح على طول على طول نازلين بالخل. برضو يا اولاد نوعيه التوم ده ادعي لكم. ماشي، انا رفدتكم. انتوا بتقولي تاني ليه؟ بتقولي ايه يا اكرامي؟ والله رفدتهم كذا مره، مفيش فايده. او بصوا التوم عمال يطرطش ازاي. ماشي، انتوا ايه يعني قصدينها؟ بصوا بعد ما التومه كده تاخد وتدي كده مع الزيت، هروح حاطه شويه كزبره وهقلب. اول ما احط الكزبره طبعا اللون بيغمق على طول اهو كده، وبعدين نعمل طشه الخل. بسم الله، وشموا الريحه بقى كده. انا هعالج عيني دي على حسابكم، ريحه الخل والثوم عسل. استني شويه بقى لما التومه تقعد ايه تغلي كده مع الخل وتقعد تشرب من الخل، عشان بتدي طعم حلو جدا جدا. دلوقتي بقى هروح نازله بالفلفل الحامي واديله تشويحه كده مع التومه، وممكن بداله فلفل بارد، بس طبعا انتوا عارفين مسقعه يعني فلفل حامي. وبعدين معلقه صلصه كبيره اشوحها مع الخليط ده كده. يا اميره اهلا وسهلا لك. يا اميره ايه تهلا، عامله ايه يا قمر؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اخبارك انت؟ الحمد لله والله فضل ونعم. احنا بنحبك والله يا شيف هالة. انت منين يا اميره؟ من اسوان. اهلا وسهلا بحبايبنا كلهم، نورتينا النهارده يا اميره والله. الله يخليك، تسلمي. ليكي اي سؤال يا اميره؟ لا تسلمي يا شيف، انا كنت بسلم عليك، انا عارفاك من ايام البانوراما والنهار كل سنه انا وراك، ويا رب دايما بقى معانا هنا على طول باذن الله يا حبيبتي. انت عارفه يعني بجد قناه هي قناتنا كلنا، يعني قناه هي القناه اللي احنا فعلا بنحس ان هي بتاعتنا، اتعملت لينا مخصوص. تحسي كده ان انت عايزه تجيبي اخواتك وتجيبي صاحبتك وتجيبي والدتك وتجيبي جدتك وتعالوا اتفرجوا على القناه دي. القناه دي اتعملت للمراه، اتعملت لينا مخصوص، فكل حاجه تخصكم وكل حاجه بتفكروا فيها هتلاقوها ان شاء الله موجوده على قناه هي، بالتنوع الكبير اللي موجود بين البرامج وبين المذيعات الامارات كلهم، اللي كل القناه كلها كل تفكيرها ان هي ازاي تقدم لكم ماده حلوه محترمه ما بقتش موجوده دلوقتي على الساحه. دي قناة هي يا جماعة، فأتمنى أن أنتوا تتابعونا على تردد 11785 وبرنامج ست الحبايب طول أيام الأسبوع الساعة 12 بالظبط. نرجع بقى للمسقعة، حطينا الصلصة وديناها تشويحة مع الثوم والخل، وبعدين الطماطم المفرومة ابتدت تديني قوام تقيل كده حلو. إحنا عايزين القوام الحلو ده بعد ما يتقل كده معانا نروح خفينه بشوية مية عشان المسقعة ما تبقاش تقيلة. وبعد ما احط الخضار بتاعي لو لقيت القوام بتاع المسقعه تقيل هزود ميه تاني. حلو كده؟
هنا بقى تعالوا نتبل قبل ما ننزل بالخضار. هنتبل بايه؟ كمون زي ما قلت لكم ده حبيب الاكل الشرقي، وكمان الكزبره. بسم الله الريحه طالعه جميله. وادي الملح، نظبط بقى كده ملحنا الحلو كده. وكمان عندنا اي توابل او بهارات مشكله، ادي رشه بسيطه بس كده وقلبي. الله الله الله. وعشان المسقعه تبقى خفيفه وما حدش يشتكي او حد يقول لك لا انا لما باكل المسقعه بتعب، هنحط رشه سكر. دي مفعول السحر بفضل الله. بصوا اهو رشه سكر كده بس، دي بقى تمنع الحموضه، تخلي الاكله بتاعتك خفيفه جدا ولا كلمه. وبعد كده نقلب، وهي بتغلي كده اول حاجه هنزل بيها اللي تستحمل درجه الحراره دي البطاطس. اول خضار من المسقعه هيكون البطاطس اهو كده، وهي بتاخد اول غلوه كده البطاطس، نروح نازلين بالباقي. اخر حاجه هتنزل معانا من الخضار البتنجان. بص كده وهنقلب. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الله يخليك. بص يا اكرامي المسقعه دي انا لازم اخلي قلبك يدق، قلبكم كلكم هيدق النهارده. ننزل بقى بالفلفل كمان المقلي، ويلا بقى بالبتنجان على طول. كله كله كده ما شاء الله اهو. وندي تقليبه. بصوا يا جماعه المسقعه لازم تبقى كده، لان المسقعه يعني لازم يبقى قوامها كده سايل كده، لان هي بعد شويه اول ما هتطفي عليها بتتشرب الصوص الحلو بتاعها ده وبتتقل، واحنا مش عايزينها تتقل، عايزينها تبقى خفيفه كده، ما تبقاش المسقعه بتاعتنا ناشفه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. وريهم كده يا عم اكرامي، وريهم وريهم المسقعه بتاعتنا عامله ازاي. مين معانا؟ مين معانا؟ يا ام احمد. ازيك يا شوفاله؟ ازيك يا ام احمد عامله ايه؟ عامله ايه يا شوفاله؟ عامله مسقعه وعامله بصاره وبطاطس مخلله ولسه في عجه كمان، عايزه ايه تاني بقى؟ انا بحبك جدا جدا جدا. الله يخليك يا حبيبتي نورتينا. انا على طول متابعاك. اهلا وسهلا، ودايما كده فوق دماغي من فوق والله. بسم الله. الله يخليك يا شوفاله. ممكن اعرف طريقه البشاميل وعمل البسبوسه؟ ممكن تعملي المسقعه بالطريقه دي وتدوقي الطعم اللي انا دقته الفظيع ده؟ هعملها واعمل البصاره عشان انا بعشق البصاره. والله اعمليها بالطريقه اللي عملناها دي دي، واعملي كمان المسقعه بالطريقه دي، والله يا جماعه هتعجبكم جدا، شهيه قوي.